موجز الأخبار من الراية، أهلا بكم. أكد أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أهمية إدراك جنود الكويت البواسل للظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة، والتي تتطلب منهم المزيد من اليقظة والحذر للدفاع عن تراب الوطن والتصدي بكل حزم لمن يريد المساس بأمنه وسلامته. جاء ذلك خلال كلمة الأمير بمناسبة زيارته لمقر نادي ضباط الجيش والحرس الوطني لتبادل التهاني بشهر رمضان المبارك. وشدد الشيخ صباح على أهمية المهام الجسامة الملقاة على عاتق جنود الكويت، مؤكدا أنها مسؤولية كبيرة تتطلب الإخلاص والتفاني والتضحية. كذلك ثمن الأمير ما تشهده مختلف قطاعات الجيش الكويتي من تقدم بارز في كفاءتها ودفاعاتها القتالية، والتي ترتكز على الروح الوطنية العالية لمنتسبيها، وعلى التجهيزات العسكرية الحديثة من مختلف الأسلحة والعتاد والمنظومات الحديثة. ونلفت عنايتكم إلى أننا سنبث كلمة الأمير فور ورودها. خلال جولته الميدانية برفقة بعض النواب على جمعيات تعاونية لتفقد الأسواق الرمضانية، أكد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان وجود تفاوت في بعض الأسعار، معربا عن أمله بإمكانية التوصل لآليات رقابية تلائم السوق وتعمل على استقرار الأسعار. اليوم أعين المراقبين في وزارة التجارة وفي كل منتشرين في أغلب الأسواق المركزية وحتى الجمعيات التعاونية، فهي أيضا جمعية تعاونية وليس بعيدة وليس خارجة عن نطاق القانون والمراقبة والمخالفة. متى ما رأينا هناك جمعية خالفت أو أثبتت هناك زيادة مصطنعة سوف نحرر لها مثل باقي الجهات. تفاوت ما بين الأمور، وإن شاء الله يعني بادي مع تعاون اتحاد الجمعيات نبدي نسعى لوضع آليات رقابة جديدة. دائما يكون هناك جشع من بعض الناس، مش الكل، احنا نقول بعض، وإن شاء الله إن السنة هذه ما نلقى أحد منهم أصلا. هناك زيادة للأسعار ما تحصل إلا في المناسبات، رمضان، العيد، بعض الإجازات، بعض الفصول، وبالتالي كان احنا شددنا، والوزير ايضا ابدى هذا الامر انه يجب ان تكون هناك مراقبه للاسعار. ولمراقبه جديه هذا الامر احنا متواجدين الان بالجمعيات، نبي نسمع من الاهالي، نبي نسمع من الاداره، نبي نشوف قدام عيننا. استقبل محافظ العاصمه الفريق متقاعد ثابت المهنا المهنئين بشهر رمضان المبارك، فيما وجه عبر الرايه رساله تهنئه للقياده السياسيه، متمنيا أن يعيد الله الشهر الفضيل على الجميع بالخير واليمن والبركات. اليوم تستقبل محافظة العاصمة المهنئين في رمضان المبارك، وأنا بدوري أرفع إلى حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد وسمو رئيس الوزراء التهاني بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يمن على أهل الكويت الكرام الصحة والعافية. أعلن الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية حسن كاظم بلغة حصيلة جمع التبرعات ضمن حملة ابشروا بالخير الذي نظمتها جمعية النجاة الخيرية 4 ملايين دينار كويتي. وقال كاظم إن الحملة استمرت 12 ساعة واستهدفت جمع تبرعات خيرية توزع داخل الكويت على أسر محتاجة وطلبة الدارسين بالخارج. عاد الشاب المصري المتغيب إلى منزل ذويه بعد أن تقدم الوالد ببلاغ عن تغيب ابنه في منطقة جليب للشيوخ، مناشدا الجهات المعنية بتكثيف البحث عنها. وقد فوجئ والد الشاب باتصال هاتفي من ابنه بعد أن انقطعت أخباره لعدة أيام ليعثر عليها في حديقة بمنطقة الجليب. وينضم إلينا عبر الهاتف والد الشاب حسن تاج الدين. بداية نحمد الله على سلامة ابنك، ما هي تفاصيل اختفائه عن المنزل لعدة أيام وأين كان خلال هذه الفترة؟
والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا، ونشكر وزارة الداخلية ونشكر كل من ساهم وبحث في هذا الأمر، ونشكر قناة الرأي على يعني بث هذا الأمر، والحمد لله رب العالمين. وكان يعني لهم جهود فعالة وزارة الداخلية والمواطنين والمقيمين، فأنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم عني كل خير، وكذلك أشكر قناة الرأي مرة أخرى على يعني إتاحة الفرصة لأبلغ المسؤولين وزارة الداخلية جهودهم وتكثيف البحث عن ابني المتغيب. نعم. وفي إحنا بحثنا وكان معي الشباب ونبحث عن ابننا، فبالمساجد والحدائق والمنتزهات وكذا والأمور هذه، فالحمد لله يعني وجدناه في حديقة جلب الشيوخ وسالما معافيا والحمد لله. ونشكر ونشكر وزارة الداخلية مرة يعني أخرى وعلى جهودهم والبحث عن ابني، ونذكر المقيمين عن بعد. نعم أستاذ، يعني هل تم إبلاغ الجهات الأمنية بعودته، سيما وأنك قدمت بلاغا بتغيبه؟ نعم، رجحت مباحث بالأمس مباحث جلب الشيوخ وبلغتهم أني وجدت ابني، وقاموا بالإجراءات وجزاهم الله خير. وكمان عفوا رجعت مباحث العرضية وهم بعد اطمنوا وجزاهم الله خير، والحمد لله الحين الابن يعني عاد إلى المنزل. نعم، كان معنا عبر الهاتف والد الشاب حسن تاج الدين علي، شكرا جزيلا لك. انخفض سعر برميل النفط الكويتي دولارا و65 سنتا في تداولات أمس ليبلغ 46 دولارا و35 سنتا وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية، انخفضت أسعار النفط أمس بفعل مخاوف من أن سحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عضوية بلاده في اتفاق باريس المناخي قد يسرع وتيرة الإنتاج في الولايات المتحدة ويغرق سوق النفط العالمية. بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة، أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة الهزيمة الرمضانية الأولى لكرة السلة عن مشاركة 120 لاعبا يمثلون 24 فريقا في فعاليات بطولة الثلاثيات لكرة السلة، والتي ستقام في صالة نادي اليرموك الرياضي لمدة 10 أيام. ورصدت اللجنة جوائز مالية للفائزين في المراكز الثلاثة الأولى. ختام الموجز في أمان الله.